لما تروح تدور سيارة شنو تدور فيها؟ تبي رفاهية ولا تبي سيفتي؟ ولا تدورون مواصفات تقنية عالية ولا شكل حلو؟ أعتقد كل هذا اللي تدورونه موجود بهالسيارة. حياكم الله في قناة كارتمايز، وياكم علي وأنا عمر. واليوم راح نجرب لكم ونشرح لكم عن الجيل ومنجارو الجديدة. تبي تبلش فيها من برا ولا من داخل؟ أنا أكثر شيء عجبني من داخل، فبتكلم من داخل. خلاص، الآن نتكلم عليها من برا وعمر يتكلم عنها من داخل، وبعدين نطلع فيها تست درايف ونقول لكم رأينا بنهاية الفيديو. خلينا نبلش بأهم شيء بأي سيارة. إذا كان هالشيء هذا مضبوط ومدروس صح، راح تصير السيارة قيادتها آمنة ومريحة وناعمة، اللي هو شاصي سيارة. شاصي المونجارو من شركة جيلي تم تصميمه مع شركة فولفو. هذا الشيء يدلك أن السيارة جدا 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 آمنة. الشغلة الثانية عندك المحرك. محرك السيارة 2.0 تيربو تشارج، يولد 235 حصان و350 نيوتن متر من العزم. تم تصميمه أيضا بالاشتراك مع شركة فولفو. غير السيارة من 8 سرعات تم تصميمه في شركة إيسون اليابانية اللي يستخدم أيضا في فولفو. فالسيارة ككل يعني كشاصي ومحرك وناقل الحركة كله من شركة فولفو. لما تشوف هني الشكل الخارجي من الأمام، في كاميرات، في حساسات أمامية وخلفية، الليتات كلها صارت LED من قدام ومن وراء. التصميم هذا مثل ما أنتم شايفين ماخذ طابع أو الروح الأوروبية. نزلت عليها ألوان جميلة السيارة هذه. الخطوط اللي فيها متصلة متناسقة حلوة. عجلات السيارة تبدأ من 19 إنش، هذه 20 إنش. ونظام الدفع في السيارة نظام ذكي، يحسب لك القوة ويعرف شلون يوزعها حق أي تاير. هذه الشغلة راح تفيد الناس اللي يسوقون هالسيارة في تضاريس معينة، مثلا صخر شوي، رمل شوي، ثلج شوي، على حسب وين ما أنت كنت عايش. التصميم من الخلف مثل ما انتم شايفين صار تصميم عصري. الحين وايد سيارات قاموا يتوجهون حق الشكل هذا. انا شخصيا يعجبني الاسطاب الكامل هذا اللي بالخلف اللي تشوفونه. مثل ما قلت لكم هنا علامه فور ويل درايف، لان السياره هذه فور ويل درايف. تبطيله صندوق الامتعه كهربائيه، وايضا تسكيرتها كهربائيه. ضغطه زر تسكر لك الدبه. كذي نكون خلصنا احنا من الخارج. خل نروح نشوف عمور داخل شنو عنده، وبعدين نطلع فيها تست درايف. اذا عجبتكم السياره من الخارج اتوقع راح تعجبكم من الداخل اكثر من برا. في جراه شوي بالتكنولوجيا بهذه السياره. ثلاث شاشات، يعني قفزه كبيره، وكلهم 12.3 انش. الريزولوشن فيهم حلو. شاشه الراكب اتوقع راح تكون مفيده اذا واحد يطلع سفر بالسياره، الراكب يقدر يستمتع ويشوف محتوى وهو يعني ماسك الدرب. الساوند سيستم انا وايد يهمني، وانت تعرفون انا اهتم بالساوند سيستم، وهني الساوند سيستم بوز من 10 سماعات. الوان الداخليه جدا عجبتني السياره، شرحها، تناسق الالوان فيها حلو، واللي عجبني لون الخياطه غريب صراحه، اول مره اشوف شركه جريئه باللون هذا بهذا الشكل، بس طالع حلو بصراحه. فيها شحن وايرلس. مقود السياره جدا جميل، عجبني شكله، وهم صراحه يعطيني من روح الفولفو. فيها كاميرات 540 مو 360، 540 يعني 540 درجة، تقدر تشوف حتى تحت السيارة من خلال الكاميرات. راح يطلع لك السيارة بشكل شفاف وتشوف من خلال السيارة تحت السيارة. هذا يفيدك إذا بتصعد جيك بجراج، إذا أنت رايح أفرود وخايف الصخر يحوش مثلا أجزاء السيارة السفلية، تقدر تتحكم بالموضوع هذا. أنا أقول نروح للخلف وهم أتكلم شوي ورا. القعدة في الخلف مريحة أيضا. أنا راد الكرسي هذا أكثر من اللي أنا محتاجه، راد على الآخر علشان أشوف إذا في مساحة أو لا، وهم المساحة ممتازة، مساحة الريل ممتازة عزكم الله، مساحة الرأس ممتازة. سيارة شرحة مع فتحة البانوراما هذه،
وسقف السيارة الألكنتارا شكله حلو ومرتب، فيها تكييف خلفي منفصل عن الأمامي مع تحكم خلفي ومنفذين تايب، منفذين يو اس بي في الخلف وقدام منفذ تايب سي ومنفذ يو اس بي، فيها حاملة أكواب بالمنطقة هذه، ومساحات التخزين بهذه السيارة أنا أشوفها جيدة ومتوزعة بالسيارة. وهذا صندوق الأمتعة ومساحته جيدة، وفي مساحة إضافية أسفل الصندوق ومساحة جانبية تقدر تستخدمها حق مواد تنظيف مثلا تحط فيها، فيها إضاءة على الجنب ومنفذ 12 فولت، والجنب الثاني فيه سبوفر، وفي عندك الفاصل هذا علشان تغطي أغراضك اللي حاطها ما حد يشوفها، أو إذا ما تبي الشمس تجي على الأغراض اللي موجودة في الخلف. والحين نطلع تست درايف إن شاء الله ونجرب السيارة. وإحنا طالعين تست درايف أول شيء لاحظنا إن السيارة لما نقرب منها ونفتحها بالريموت فيها إضاءة ترحيبية جميلة. ثاني شيء الدخول الذكي، وايد ناس يعني يتنرفزون إذا السيارة ما فيها دخول ذكي وهذه السيارة فيها. الشيء الثاني أنظمة الأمان اللي تساعدك على القيادة، عندك الإنذار عند الانحراف المسار، عندك المحافظة على المسار، درجة حساسية التحذير تقدر تغيرها، التحذير عند تغيير المسار، نظام انذار عند فتح الابواب عشان اذا جايك دراجه هوائيه او قاري مثل ما نقول بالكويت، في تنبؤ من الاصطدام الخلف وفي تنبيه من الاصطدام الخلفي اذا احد جايك بتقاطع معين، نظام التوصيه الذكي لطريقه الركن يعني توصيك شلون تركن، وفي نظام مساعده للركن ايضا بعد. والشيء الثاني اضاءه الداخليه فيها اناره محيطيه وتختار اللون اللي تبيه. والحين نطلع بالتست درايف و نقول لكم عن اهم شيء اللي هو تجربه القياده. ابو عمره شلون التجربه الاوليه؟ والله امبرسيف. من اي ناحيه؟ شوف السيارات الصينيه كان فيها شويه يعني كبدايات مع سيارات التيربو شيء كان فيهم شوي لاج، استجابتهم شوي بطيئه. صح. سيارات جيلي بلشت يعني اكثر شيء ثلاثة سلندر صح، فكنت تحس انه شوي انه يعني الباور هو الاشكاليه. الحين سواها يعني الاربع سلندر والجير 8 غيار وكذي ما قاعد احس باي اشكاليه لا بالاستجابه ولا بالخفه، يعني السياره الحين انا بس حاطري لها ترى يعني اقل من ربع الدوسه. حلو حلو. السياره تسرح قاعد تسحب. ايه تسحب. حلو. يعني هذه النقطه كنت شوي اتضايق منها بعض السيارات الصينيه، لكن احسها هني انحلت. غياراتها شلونها؟ غياراتها ناعمة وصوت المحرك لو تلاحظ مو عالي. شلون الدقة في السكان أو المقود؟ والله شوف يعني أنا أحس حسها مدوزن عدل يعني بالكويتي ولا؟ لا لا والله شوف يعني شوف أنا إيش كثر قاعد أحرك بس. إيه. شوف سيارة. ملاحظك أنا بس أنا أبيك تنقل أيه. التجربة هذه حق المشاهد. الإحساس اللي قاعد يجيني من السيارة وايد حلو بصراحة. حلو حلو. في إحساس كبير. أوروبي القيادة. حلو مثل ما قلنا بأول الفيديو. زين أنظمة السلامة شلونها؟ أنظمة السلامة قبل شوي كانت تصفر وايد تنبيهات من السيارات اللي صافطة وكذي. صح صح. بس عندك الخيار إنك تقلل حساسية هذه التنبيهات أو تسكر اللي أنت ما تبيه عاد. صح. في ناس يقول لك لا أنا والله ما أنتبه أنا ما أركز تركيزي ضعيف ولا شيء، يفيدني هذا الموضوع. حلو. فأنا أشوفه إنه حلو وموجود حقك حق خدمتك وتقدر تسكر اللي ما تبيه أنت. بالضبط. عندك الرادار تثبيت. أيوة. المسافة اللي قدامك، تنبيهات الاصطدام، النقاط العمية، محافظة على المسار. محافظة على المسار والتنبيه بعد عند الخروج، يعني أنت مثلا مو عاجبك المحافظة على المسار سكره. أيه. خلي التنبيه. صح يعطيك تنبيه. أيه. بس ما يأذيك ما يلف وياك. شاشة العدادات. اي شاشة العدادات والشاشات كلها ما شاء الله رزولوشنها وايد حلو بالقيادة. هم هذه الشاشة اللي قدامك. صح. أنا بصراحة مستانس على الشاشة اللي قدامي، يعني حتى لو أوصل تليفوني أو إني أدش على الكيو آر كود أتوقع اللي موجود. ايه. عن طريق التليفون ما لي شغل فيك، أنت لك شاشاتك وسوق السيارة على راحتك، وأنا قاعد شاشتي قدامي هني كأنه تلفزيوني بروحي، أقدر أشغل فيه اليوتيوب مثلاً، قناة كارتومايز مثلاً، أتابع فيديوهات قناة كارتومايز يعني الله يعطيهم العافية يصورون لنا ويصورون. ايه والله الله يعطيهم العافية. بس ما شاء الله يعني كوضوح كسطوع ككواليتي بالمواد الداخلية اللي مستخدمة في السيارة بصراحة وايد حلوة، مستخدمين وايد جلد، انواع من الالومنيوم والاضاءه المحيطيه اللي على البيبان عندك، فبصراحه يعني
they took it up a level على قولتهم. يعني الشيء اللي انا حاس فيه وايد موضوع قاعده السياره الشاصي. ايوه يعني هم من كثر ما هم يدرون ان هذا شيء مهم كاتبين لك على السكان اي وكاتبين لك على الكراسي بالضبط لانه بيج ديل يعني بالنسبه لهم. صح شيء مهم يعني لما يكون الشاصي صح صح شوف شوف ثبات السياره شوف توازنها شوف نعومتها. انت لما تقول سيفتي خاصه بعد لما تقول فولفو خلاص معروفه هي من يعني من اعلى مواصفات المتانه والسلامه للسيارات في العالم. يعني انا اشوف انه ذكاء من جيلي ان بالضبط. يعني هم عندهم القدره على المبيعات بالضبط. والكاش وراحوا استعانوا بشركه طوروا الشركه صح وخلوا الشركه تطورهم صار في شراكه بينهم والاثنين يعني صارت وين وين على قولتهم نجاح حق الشركتين بالضبط. برافو انا اشوف صراحه سياره وايد 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 حلوه. زين تخليني اجربها ولا تبي تجربها يعني؟ والله ودي والله صراحه ودي ودي يلا انا اصبطها بجرب يلا اسالك ولا اخليك تسوق شوي؟ لا ها شنو؟ اسالك عن التجربه ولا اخليك تسوق شوي؟ والله شوف اسالني اسالني خلاص اسالني قول. زين احنا قاعد نمدح 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 ايه معقوله ما فيها سلبيات سياره؟ شوف بصراحة يعني انت تبيني اطلع فيها اي علة اي شيء يعني بس كذي ولا تبي صج يعني سلبية بالنسبة لي انا يعني لثيثة اللي تدور. اوكي يعني شوف بالنسبة لي انا ابي شيء واضح يعني اي كنت اتمنى انه يكون فيها ابل كار بلاي بصراحة ابل كار بلاي بس ما فيها اندرويد اوتو واندرويد اوتو انا قاعد اقول عن نفسي بما اني مستخدم ابل ايفون فابل كار بلاي كان يعني انا وايد متعود عليه وايد يعجبني بصراحة فكنت اتمنى ان هذا يكون موجود بس غير كذي ودي ودي يعني أتوقع. مو ودي يعني لازم اطلع فيها سلبيه بس لو كان فيها كان ودي اني اتكلم يعني بصراحه بس ما فيها شيء ما فيها شيء سياره بصراحه يعني ما عايز تدور فيها ما لقيت فيها شيء فيها شيء بديل حق الابل كار بلاي اسمه كاربت لينك يسوي ميرور اي اوكي مو نفس هو صح موجود الميرور بس مو نفس الابل كار بلاي وانا يعني انا لو تسالني انا شخصيا انا ما احبه ما يعجبني وايد الميرور احب الابل كار بلاي اكثر متعود عليه. توقعاتي انه من الممكن ان وصله او شيء ما ادري انا قاعد اشوف وايد سيارات ما فيهم ابل كار بلاي يحطون وصله او شيء ممكن بقى. ممكن ممكن بس احنا نتكلم على شنو فيها السياره اساسا كم اللي جايه من المصنع كسلبيات ثانيه ما شفت سلبيه ما في شيء بالعكس السياره والله يعني متروسه ايجابيات. شوف قيادتها جدا ناعمه جدا جميله مكيفها وايد بارد الدفع بالتكييف الخلفي جدا ممتاز على طاري التكييف الخلفي عندي سلبية بسيطة شنو لازم اطلع سلبيات يلا قول قول عشان المشاهد يلا قول. يفهم انا راضي قول التكييف الخلفي بارد ايه؟ ودفعه قوي ايوه لكن التحكم بدفع الهواء مو مفصول هو لانه مو مستقل هو يعني ما في تحكم بروح يعني تقدر تحكم درجة الحرارة من ورا ايه؟ تخليه على الوجه او على الوجه والقدم الله يعزكم او بالقدم بروحه ايه؟ بس ما في انه ترفع على قوة الهواء صح دفع الهواء فهذه النقطة لأن مكيفها بارد ممكن لازم ترفع قدام وايد و ايه بس الدفع ممتاز ممتاز والحرارة احنا مو حاكمين عليها عن اليوم بالليل احنا ذاك اليوم طلعنا فيها تجربة تحصلونها بالهايلايت بالانستغرام ايه كانوا يجربون نظام الدفع فيها شلون توزيع القوة وكذي وراح تحصلون يعني محتوى غير وجربناها يعني العصر وكان تكييفها بارد والله والحين بالليل وايد بارد وايد وايد الصراحه أيه. لدرجه ان يعني انا من متى اقول لك قصر على المكيف لا هذا بارد بارد يعني لدرجه السياره مكيفها ما شاء الله وايد وايد بارد لدرجه اني قلت له اول ما ركبنا عقبها يمكن نص دقيقه كان اقول له قصر على المكيف وين دقمه المكيف ما عرفت قصر بسرعه لاني صدق يعني استبرد مكيفها ما شاء الله جبار اللاي اوت من داخل ممتاز دقه السكان اريحيه القياده العزل كله ممتاز انا بالنسبه لي يعني ما اسمع صوت من برا مو مزعج السكان جدا دقيق في ريسبونس من السكان يعني لما يطقني حفره بالشارع ولا شيء قاعد يعطيني فيدباك السكان وانا احب السيارات اللي جي اكون مرتبط فيها كقياده في انظمه السيفتي اللي انت تكلمت عنها ما شاء الله في يعني شيء مهم اللي هو راحه المقاعد اي راحه المقاعد انا بالنسبه لي جدا جدا مريحه
وفوق هذا فيهم تهوية. هذه ياخذوها منا لما احنا نقول مقاعد مريحة، ياخذوها من شخصين عندهم ديسك شياب شياب احنا قاعدين ديسك يعني مو طبيعي. فلما نقول مقاعد مريحة يعني مقاعد مريحة، اي لا المقعد مريح نفسه، الظهر مريح، الجوانب مريحة، تكاية الراس حلوة مكانها، ما تضايقك، واذا بغيت تسند راسك مرتاح ما راح يطيح لورا شوي كذي، وفيهم تبريد حق صيفنا اللاهوب ما شاء الله يعني. زين الإضاءة المحيطية قلت لك لمسة وايد حلوة، مو وايد وايد مبينين، مو ساطعين يعني بصراحة، بس يعني لكن موجودين، إضافتهم جدا حلوة. هي. وتقدر تغير اللون وتغير هم تقلل أو تزيد من السطوع، فحلو صراحة حلو. بعد في نقطة رأسية بعد شنو نقول؟ الساوند سيستم. الساوند سيستم قبل شوي بغيت اقوله وانت تتكلم بس نسيت، دشينا موضوع ثاني. حسيت الساوند سيستم من شركه بوز طبعا. أي. اول ما شغلنا مقطع وسمعناه ما كان عاجبني بصراحه، لكن تعبثت بالاوديو سيتنج شويه، انظمه الصوت شويه يعني، نزلت على البيز، رفعت على شيء ثاني، عدلتها، كان ملعوب فيه بصراحه. لما عدلت عليه وخليته يعني قريب النورمال، جيد جدا. انا اشوفه بعد جيد جدا، اذا مو جيد جدا مرتفع بعد بصراحه، لان يعني علينا عليه، انا دائما اعلي عشان اشوف شلون النقاوه والصفاوه تطلع، لان في سيارات وايد وانت تسمع لين نص مثلا ممتاز ما في شيء، بس من ترفع على الصوت شويه يبلش عاد يبوظ على قولة المصريين. فهذه ما شاء الله يعني فيها نقاوة وسماعاتها بالنسبة لي جميلة جميلة حلوة ككل سيارة. أنا يعني أدري أنك ما تحب السيارات الصينية، صح، وكنت متخوف من التجربة، صح، وقلت لك إذا جربتها وما عجبتني ترى راح أقول، وقلنا حق قسم التسويق وزاهم والله خير، قالوا شركة علي الغانم، قلنا لهم ترى إذا ما عجبنا ولا وايد فيها سلبية ترى راح نقول، وإحنا متعودين أن نكون صريحين، قالوا على مصداقيتكم. فصراحة يعني أبهرتني، ما توقعت. يعني أنت متوقع وايد وايد من 10 كنت؟ شوف خل توقعي شيء، بس الصج أنه يعني ما شاء الله أعطيها على حجمها على سعرها على مواصفاتها أعطيها يمكن 9 من 10. أنا بالنسبة لي كقيادة وكل شيء كل شيء كل شيء على بعضه كباكج كامل سيارة من قدام لورا، انا بصراحه اعطيها 9 من 10. في شيء بعد لازم المشاهد يفهمه، لما احنا نتكلم عن تجربه سياره قاعد نتكلم عن تست درايف طلعنا فيها وكذي، صح، ما قاعد نتكلم عن سياره بعد 5 سنين بعد قطع غيار الامور، احنا قاعد نتكلم عن تجربه القياده، صح، فقاعد نحاول نوصل لهم يعني تجربه حقيقيه كثر ما نقدر، لكن انا هذا رايي بالسياره. نهايه الحلقه انا يعني ما عندي سلبيه هم واضحه السياره، غير نفس اللي انت اللي قلته بالضبط، اللي هو التصميم الخارجي الداخلي الراحه الالوان تناسق كل شيء حلو بصراحه. نروح ننهي الحلقه؟ ننهي الحلقه يلا، خلها على الوضع المريح. التجربة ممتازة ممتازة ممتازة، نفس الحالة صح، على المواصفات والسعر وتجربة القيادة اللي جربناها بصراحة ممتازة. أنا نفس الحالة، أنا أشوفها إيجابية إلى حد كبير، يعني مع أنه في منها 3 فئات، في منها هذه الفئة الوسط، ترى في جي كي جي اف جي اف وجي اف بلس، هذه فئة الجي اف 9 و200، اي فئة الجي كي ب 9 و200، فئة الجي اف هذه ب 10,000، وفئة الجي اف بلس ب10,500. وترى فئة الجي كي هم فيها مواصفات وايد على فكرة، وايد. يعني وايد. مروا على الغانم وشوفوا السيارة او دشوا اكاونت الوكالة وهم شوفوها. السعر تشوفه مناسب ولا لا؟ انا اشوف، انا انصدمت من السعر بصراحة. صدمة ايجابية ولا سلبية؟ ايجابية، انا عبالي انها راح تطلع اغلى من كذي. انا صراحة لما شفتها يعني اخواننا السعوديين جربوها قبلنا، ايه، وتوقعت ان سعرها غالي لما شفت المواصفات، صح، صح، وموضوع الشاصي والفولفو وهالامور والمحرك، توقعت انه غالي، بس جدا جدا مناسب السعر بالنسبه حق التجربه اللي جربناها. انظمه الدفع اللي يبي يشوفها
الوكالة طلعوا لنا تجربة على شغلتين، السيارة لما ترتفع عجلاتها نعم. عن الأرض شلون تحول الباور من إطار لإطار، هذا كله موجود بالهايلايت بالإنستغرام عندي أو بالتيك توك. التجربة الثانية إذا ثلاث إطارات مو متماسكين مع الأرض في رولات تحتهم شلون السيارة تتحرك بإطار واحد، يعني يبين لك توزيع القوة. فهذا روح الإنستغرام عندي أو بالتيك توك تحصلون هذه التجربة. هذا كله موجود إن شاء الله نكون ما قصرنا وياكم بالمعلومات. أي شيء نسيناه على لساني، أي شيء نسيناه سألونا بالكومنتات، وإذا في أي أسئلة إضافية أو تبون تجربون السيارة كتجربة قيادة جيلي من علي الغانم ما راح يقصرون وياكم. نشوفكم على خير. نشوفكم على خير.